لو الحكاية فيها إن فيتو وشاهدتنا حياته وعمله وخدمته، لماذا يسمعك في هذا اليوم تكتمل سيرة هذا الضار وحضور الأباء المطارنة والأباء الصادقة والأباء الكهنة هم شهود، فليس الحضور مجرد المجاملة ولكن شهود على سيرة هذا الضار في حياتي. عندما نجتمع في مناسبات الانتقال وهي مناسبات صادقة عن نفس، فربما تكون في حياة الإنسان عبر مشوار الحياة هناك على صدق، ولكن في وقت الانتقال هذه هي لحظة الصدق الكامل. وعندما نودع إنسانا حبيبا وأخونا فاضلا ومواطنا عاش على هذه الأرض الطيبة، إنما نتذكر هذه السيرة البر.